زي ما حضراتكم عارفين ان الخط الساخن بيشتغل مع شركائنا على ثلاث مستويات، سواء مستوى سحب المخدر او مستوى الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. خط الساخن اللي هو 16023 بيشتغل على مدار ال 24 ساعة. ويمكن مهم جدا اللي انا اشكر زمايلي اللي بيشتغلوا في الخط الساخن على مستوى المستشفيات وايضا على مستوى الكول سنتر او على مستوى يعني الهوت لاين نفسه وغرفة عمليات الخط الساخن. مهم جدا اللي احنا يعني نقول مهما اتكلمت مش هقدر او فيهم حقهم، لانهم بالفعل عاملين شغل اكتر من رائع، ولا يمكن كنا نصل الى هذا المجهود بدون يعني مساندتهم لينا بشكل كبير. مهم جدا اللي احنا في الخط الساخن ننطلق من منظور حقوقي، ويمكن احنا بنشتغل في ضوء المعايير الدولية بشكل قوي جدا. دايما الستاندردز بتاعت اليو ان او دي سي بتكون محور مهم جدا في عملنا، وده يمكن ساعدنا بشكل كبير ان احنا مصر تتبوأ مكانة عالية جدا، وان سيدة مصرية كانت رئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان تتولى اهم منصب في العالم في مجال مكافحة المخدرات، وهو منصب المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وده يمكن احنا مع الدكتورة غادة الحقيقة لازم الواحد يوفيها حقها، كنا دايما بنفكر في التجارب الدولية، كنا بنفكر في المعايير الدولية، ما بنشتغلش أبدا بمعزل عن الحركة العالمية في هذا المجال. يمكن كمان الخط الساخن نقطة قوية جدا كانت فيه في عام 2019، هي ان كل الشغل كان evidence based، مبني على قياس الأثر العلمي، مبني على الأدلة التقييمية اللي نقدر من خلالها نقول احنا بنتحرك ازاي. احنا عندنا الخط الساخن بينقسم الى مجموعة من الخدمات الاساسية، بيبتدي بالمشورة، ودي بالنسبة لنا عنصر مهم جدا، بيبتدي بعملية الاحالة للمستشفيات العلاجية زي ما انا اشرت، مستشفيات الامانة، مستشفيات الجامعية، مستشفيات القوات المسلحة، وفيها بيتم الاحالة لبداية رحلة العلاج بدءا من الديتوكس ثم التأهيل. الخط الساخن في خلال الآونة الأخيرة طور نفسه على كمان مستوى الدمج المجتمعي. حول حضراتكم الأنشطة اللي تمت في إطار الدمج المجتمعي، لأن الدمج المجتمعي وده يمكن مرحلة بتكون لاحقة على سحب المخدر ولاحقة على التأهيل. الدمج المجتمعي النهاردة أو السوشيال انكلوجن النهاردة بقى من العناصر الأساسية للحد من انتكاسة مرضى الإدمان. يمكن احنا في 2019 كان في تفاعل قوي جدا على الخط الساخن، حاولنا ايضا ان احنا ندخل خدمات جديده على الخط الساخن لعلاج الادمان. ابتدينا ان احنا نتكلم اذا كان في تفاعل مجتمعي مع الخط، ليه كمان ما يبقاش فيه عندنا يعني عناصر لكل ما يتعلق بقضيه المخدرات، حتى كمان فيما يتعلق بخفض العرض على المخدرات، او اذا كان في اي بلاغات عن الاتجار في المخدرات. ابتدينا ان احنا نتفق مع وزاره الداخليه ان يبقى في عندنا مكون للابلاغ عن تجار المخدرات، مكون عن كمان الابلاغ عن اي مراكز غير مرخصه، ونبتدي ان احنا ننسق مع وزاره الصحه واداره مكافحه المخدرات بشانها، حتى كمان حالات الاشتباه عن تعاطي سائقي مثلا الحافلات المدرسيه. فابتدى الخط الساخن ان هو في هذه الحالة ان هو ياخد الباكج، كومبرهنسيف باكج الحقيقة عن قضية المخدرات بشكل عام. الخط الساخن مراكزنا اتطورت بشكل كبير خلال الاونة الاخيرة. عايز اقول لحضراتكم ان احنا كنا في عام 2014 12 مركز علاجي فقط. النهاردة بقينا بنفتخر في عام 2019 اللي احنا واصلين ل 23 مركز علاجي، يعني تقريبا زدنا ضعف عدد المستشفيات العلاجيه والمراكز العلاجيه. ابتدينا اللي احنا ننشر الخدمه بشكل كبير على مستوى الجمهوريه. احنا محتاجين كمان في الفتره اللي جايه اللي احنا نتوسع في عدد المحافظات اللي بتقدم خدمات العلاج، ومهم جدا ان خدمات العلاج تكون منتشره في كل محافظات الجمهورية. الحقيقة
ان صندوق مكافحه وعلاج الادمان بيقدم الخدمه بتكون اكسسبل. في فرق كبير جدا ما بين الافيلابيليتي والاكسسبيليتي. الاكسسبيليتي الحقيقه انها بتكون قريبه جدا وفي تمكين من مريض الادمان ان هو يقدر ياخد الخدمه بكل سهوله بدون اي عقبات بكل طمأنينة بثقة كبيرة جدا مع المؤسسة اللي بتعامل معاها، وده اللي عمله صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخط الساخن خلال الفترة الماضية. أيضا احنا عندنا رؤية ودي قدمناها للبرلمان وتم اعتمادها، رؤية مصر في خطة 2018 ل 2022، ان بحلول عام 2022 ما تكونش فيه محافظة مصرية محرومة من خدمات علاج الإدمان، لأن حتى الآن ما زال إن في محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان. النهاردة محافظة زي محافظة إنا لسه ما فيهاش خدمات علاج إدمان، لازم نوصل لها هذه الخدمة. محافظة زي محافظة الأقصر، محافظة زي البحر الأحمر، كل المحافظات دي إن شاء الله بحلول عام 2022 نقدر نحتفي جميعا ونفتخر إن مصر ما فيهاش محافظة محرومة من خدمة علاج الإدمان. الخط الساخن زي ما قلت لحضراتكم هو رحلة علاج. رحلة علاج بتبتدي بالاتصال، بأن أنا النهاردة كمريض إدمان بتصل على 16-023 24 ساعة السبعة أيام في الأسبوع. بنبتدي اللي احنا النهاردة نسأل طبيعة الخدمة ايه، هل هي مشهورة، هل هي خدمة علاج؟ لو مشهورة عندنا كوادر على اعلى مستوى لتقديم هذه المشهورة، وبالمناسبة هم كلهم كوادر متطوعة. لو النهاردة الخدمة علاجية بنبتدي اللي احنا نحيل لأقرب مستشفى جنب مريض الإدمان. عشان كده التوسع الجغرافي مهم جدا والانتشار الجغرافي مهم عشان نقدر نقدم هذه الخدمة بشكل متاح للجميع. بعد كده خدمات الدمج المجتمعي هنتكلم عليها بشكل كبير، لكن كل ده ما كناش نقدر اللي احنا نعمله في عام 2019 بدون تطوير البنية التكنولوجية للخط الساخن، بدون تطوير قواعد معلوماتية كاملة للخط الساخن، بدون بناء قدرات العاملين على الخط الساخن وأيضا مشرفي الخط الساخن. هل بقى النهاردة موضوع الخط الساخن ده في تفاعل؟ الأرقام بتقول لنا إن في تفاعل، تفاعل مهم جدا. إحنا في عام 2014 كان تقريبا عدد الاتصالات اللي بتيجي على الخط الساخن حوالي 35,000 اتصال. النهاردة في عام 2019 وصلنا ل 81,000 اتصال. يعني إذن الأرقام بتعكس قد إيه إن في ثقة وطمأنينة بشكل كبير واهتمام بخدمات الخط الساخن والتواصل مع هذه الآلية بشكل مستمر. أنا أتذكر إن في عام 2010 عدد الاتصالات اللي كانت بتيجي على الخط الساخن ما كانتش بتتعدى 11,000 اتصال. إذن إحنا تقريبا زدنا حوالي 8 أضعاف بالمقارنة ب 2010 في عدد الاتصالات. قد يرى البعض إن ده بيعكس إن في زيادة في مشكلة المخدرات في مصر، ولكن أنا الحقيقة شايف إن الموضوع هو زيادة الثقة والتفاعل المجتمعي بشكل قوي مع هذه الآلية بشكل كبير. لكن هل النهاردة كل اللي بيتصل عايز فقط خدمة العلاج؟ السواد الأعظم اللي بيتصلوا بيبقوا عايزين خدمة علاج الإدمان. تقريبا عندنا 73% 73,000 من ال 81,000 عايزين خدمات علاج علاج الإدمان. عندنا أيضا المشورة بالنسبة لنا عنصر مهم جدا، تقريبا 8,000 اتصال خاص بالمشورة، ومعظم المشورة اللي بتتم دايما بتكون من الأهل بشكل كبير. لكن كمان عندنا النهاردة اتصالات متعلقة بالبلاغات، زي ما أنا قلت لحضراتكم إن احنا بنستقبل بلاغات متعلقة بعمليات الإتجار، متعلقة بمراكز غير مرخصة، وبننسق مع كل الجهات المعنية. قد يخاف البعض من الاتصال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عشان يبلغ عن بؤرة للإتجار، وبالتالي هو بيطمن ان هو بيتكلم على الخط الساخن آلية
يعني بيطمن لها بشكل كبير، فبيتواصل. واحنا الحقيقه مع الاداره العامه لمكافحه المخدرات عاملين بروتوكول تعاون، بنقدر ان احنا ننسق معاهم هذه البلاغات بشكل مستمر. لو قدرنا ان احنا نشوف قد ايه يعني الزياده في الاتصالات والزياده في التفاعل، زي ما حضراتكم شايفين من عام 2014 الرسم البياني بيقول لنا كنا فين ووصلنا لقد ايه في عام 2019 حتى نصل الى 81,000 اتصال هاتفي تقريبا. هل كل الاتصالات بتجيلنا من الذكور؟ عندنا مشكلة ان قد يرى البعض ان مشكلة المخدرات هي بالاساس مشكلة ذكورية، ولكن احنا تقريبا عندنا 13% من طلبات العلاج هي من الاناث، وبالتالي في تفاعل ايضا على مستوى السيدات فيما يتعلق بطلب خدمات علاج الادمان. انا يمكن شايف ان الموضوع ده ان احنا بقى في عندنا مراكز لعلاج السيدات وعندنا برامج مناسبه لعلاج الفتيات بشكل كبير. احنا مستشفى المعادي العسكري احنا بنفتخر ان فيها فرع لعلاج الفتيات، وتم افتتاحه في عام 2017. عندنا في الدمرداش، عندنا في المعموره، عندنا في المطار، عندنا في العباسيه، عندنا في القصر العيني، وبالتالي بقى في عندنا برامج مخصصه لعلاج السيدات. ودايما UNODC والامم المتحده بتنادي ان يبقى في برامج متخصصه واقسام متخصصه لخدمه العلاج للسيدات وايضا للمراهقين بشكل مستقل عن البالغين، وده اللي احنا ابتدينا ناخد فيه خطوات في هذا الاطار. وبالتالي 13% تقريبا من اللي بيترددوا علينا من السيدات و87% من الذكور. بالنسبة للعمر، مهم جدا آلية الخط الساخن لازم ترسم لنا خريطة لمشكلة المخدرات بكل أبعادها، سواء وفقا للنوع، سواء وفقا للشريحة العمرية، خصائص ديموغرافية متكاملة من اللي بيتصلوا على الخط الساخن. مهم جدا ان هذه البيانات، صحيح احنا بنقدم خدمة من خلال الخط الساخن، لكن لازم نستخلص هذه البيانات علشان نضعها امام متخذ القرار، ان احنا بنرسم سياسات مصر في هذا المجال نكون شايفين المشكلة بشكل كبير في اني شريحة عمرية، في اني محافظات، وفقا للجندر وما الى ذلك. لقينا تقريبا ان اكبر شريحة بتطلب علاج الادمان هي الشريحة العمرية من 21 الى 30 سنة بنسبة تقريبا 37.5%. بيجي بعدها شريحة في غاية الخطورة من 15 ل 20 سنة تقريبا حوالي 33%. لكن لازم كمان يلفت نظرنا بشكل قوي ان احنا عندنا ما يقرب من 6% اقل من 15 سنة. الارقام دي بتقول لنا لازم ناخد بالنا ان في عندنا إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بتدني سن التعاطي بشكل مستمر، علشان نوصل ل يعني حوالي 6% من اللي بيطلبوا العلاج تحت 15 سنة، وعندنا 33% في الفئة العمرية من 15 ل 20 سنة. إذا احنا لازم نطور بشكل كبير برامجنا العلاجية علشان تتناسب مع هذه الطبيعة السنية أو الفئة العمرية المتغيرة. هل النهارده واحنا كمان مهم اللي احنا نعمل ماركتنج على اساس معرفه الناس بالخط الساخن ومصدر معرفتهم برقم الهوت لاين كانت ايه؟ لقينا ان التلفزيون تقريبا اكتر من نص اللي اتصلوا بينا، او اكتر من 50% من اللي اتصلوا بينا عرفونا عن طريق التلفزيون، وده يمكن يقول ان احنا في عندنا دعايه بشكل قوي وفي عندنا تواصل بشكل قوي عن طريق التلفزيون. مهم جدا ان احنا نتكلم على الانترنت وازاي ان هو مصدر معرفة مهمة جدا للخط الساخن. ويمكن صندوق مكافحة وعلاج الادمان في الموضوع ده بيفتخر ان هو عنده صفحة صندوق الادمان على الفيسبوك فيها 2 مليون مشترك، 86% من المشتركين في الفئة العمرية تحت 35 سنة، هي فئة عمرية بالنسبة لنا مستهدفة بشكل كبير. يعني الانترنت واستثمار تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي مهم جدا علشان نقدر اللي احنا نروج لخدمات الخط الساخن. ودايما انا بقول الماركتنج ما يقلش اهمية ابدا عن الخدمة العلاجية نفسها، لان هو اللي بيوصل معرفة
الخدمة العلاجية لمستحقيها. الأصدقاء، وده عنصر مهم جدا، حوالي 6%، ودايما الأصدقاء هنا اللي بيتعالج بيسحب واحد تاني يتعالج معاه بشكل أو بآخر. ثم من داخل المستشفيات وإعلانات الطرق الحقيقة بنسب أقل. هل النهاردة اللي بيتصل هو المريض؟ احنا كان عندنا دايما إشكالية قبل كده ان معظم اللي بيتصلوا ألاقي الأم هي اللي بتتصل أو ألاقي الأب هو اللي بيتصل، بس تيجي تكلم الأب أو الأم هل المريض عنده رغبة في العلاج؟ يقولك لا، ما عندوش رغبة في العلاج. وبالتالي دي كانت بالنسبة لنا إشكالية كبيرة جدا، ان مريض الإدمان ما عندوش الدافعية للعلاج والرغبة في العلاج، وبالتالي احنا ما عندناش اي آلية للعلاج القسري، علشان كده كانت إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لنا. ولكن في خلال الفترة الأخيرة ابتدى ان عدد كبير من حالات اللي بتتصل بينا كانت من المرضى نفسهم بنسبة تقريبا حوالي 24%، وبعد كده تأتي الأم ثم الأخ والأخت والأب بنسب متفاوتة، ولكن النسبة الأكبر كانت من مريض الإدمان نفسه. مهم اللي احنا نتعرف من خلال الخط الساخن على المخدرات الأكثر انتشارا بالنسبة لنا كانت ايه. ما زال، ورغم ان هو انا عارف ان السعر بتاعه زاد جدا في خلال الفترة الحالية، ورغم الضربات الموجعة للجهات الأمنية لتجار الترامادول، ولكن ما زال الترامادول بيتربع على عرش المواد المخدرة في مصر. احنا بقالنا 5 سنين رقم واحد في المخدرات الأكثر انتشارا هو مخدر الترامادول. تقريبا 65% من اللي بيطلبوا علاج عندهم مشكلة علاج ترامادول، أو بيطلبوا العلاج من إدمان الترامادول. الحشيش بنسبة تقريبا 60%، ودايما الحقيقة أنا بقول إن الرقم ده لازم نأكد عليه. لما نيجي نقول إن 60% من طالبي خدمة العلاج عايزين يتعالجوا من الحشيش، فده معناه دليل علمي قاطع على إن الحشيش بيحدث الاعتماد النفسي بشكل قوي، وبيوصل معانا لدرجة إن أنا محتاج أطلب لعلاج مخدر الحشيش. وبالتالي هذا الرقم بيقول لنا قد إيه العلاقة قوية جدا ما بين الحشيش والاعتماد النفسي والإدمان. يلي بعد كده الهيروين تقريبا حوالي 24%، وبعد كده بيجي بقى البانجو والاستروكس. بالمناسبة السنة اللي فاتت كان الاستروكس عندنا حوالي 22%، السنة دي تدنى الاستروكس أو تدنت نسبة الاستروكس إلى تقريبا أقل من 10%، فده معناه إن في تراجع في ظاهرة الاستروكس في مصر وفقا لبيانات الخط الساخن، من 22% إلى تقريبا حوالي 10%. طب ليه النسبة ممكن تعدي 100%؟ لأن إحنا عندنا إشكالية كبيرة جدا في مصر، هي إشكالية التعاطي المتعدد، اللي أنا ما بقبلش اخد مادة مخدرة فقط، ولكن باخد اكتر من مادة مخدرة. عشان كده زي ما حضراتكم شايفين النسبة تتعدى 100% بكتير. طب النهاردة ايه هي العوامل الدافعة للتعاطي من واقع خبرة الخط الساخن لعلاج الادمان؟ مازال ضغط الاقران السلبي هو رقم واحد في الدافع المؤدي لتعاطي المواد المخدرة. 45% من اللي وقعوا في مشكلة المخدرات كانت دافع في التعاطي ضغط الأقران السلبي. حب الاستطلاع بنسبة 10%، مشقة العمل 9%، وهم التغلب على المشكلات حوالي 9%، التفكك الأسري 7%، مشاكل صحية 4%، وهم زيادة القدرة الجنسية 3% تقريبا. ودي الحقيقة محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير جدا، ارتباط بعض المخدرات بوهم زيادة القدرة الجنسية، لأنها من دوافع مهمة لتعاطي المواد المخدرة. أصل هي دي مش وجهة نظر، دي وفقا لداتا بيز حصلت معانا، احنا بنحلل الأرقام وبنحلل الداتا اللي موجودة عندنا، فده وفقا لبيانات الخط الساخن
ما فيهاش وجهات نظري ولا وجهات نظر حضرتك، ده وفقا للداتا اللي جات لنا على الخط الساخن. يعني هي طبعا احد الاسباب، لكن انا هنا انا بعكس دراسة علمية للصندوق، وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اضع فيها وجهة نظري او وجهة نظر حضرتك. احنا بنتكلم على داتا متواجدة في ارض الواقع. عندنا ايه هي العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة او وجود تداعيات صحية؟ كانت موجودة تقريبا بحوالي 25%. مشكلات اسرية عشان حضرتك برضو تطمن معانا موجودة اهي حوالي 15%. ضغوط العمل حوالي 12%. عدم القدرة المادية خلاص جاب قاع من الناحية المادية زي ما بنقول بحوالي 12%. يعني تيجي بعد كده بقى ضياع المستقبل او بسبب ضغط الاولاد ان هو يتعالج او مشاكل في العمل بنسب متفاوتة. دي طبيعة الخدمات اللي احنا بنقدمها في المستشفيات. زي ما انا قلت لحضراتكم بداية من الديتوكس او العلاج الطبي، ثم العلاج النفسي، ثم التأهيل والدمج المجتمعي وانا هتكلم مع حضراتكم عليه، وعملية الوقاية من الانتكاسة. طب هل النهاردة ده بالنسبة للي اتصل، مين بقى اللي راح خد الخدمة بالفعل جوه ال 23 مركز علاجي خدمة علاج الادمان؟ احنا جالنا في عام 2019 130 ألف مريض إدمان على مستوى مستشفياتنا اللي احنا شريكة معانا، سواء في وزارة الصحة، سواء في القوات المسلحة، سواء المستشفيات الجامعية. قد يتساءل البعض، هو انت جالك 81 ألف اتصال لكن اللي جه على أرض الواقع 130 ألف، ليه الرقم ده؟ انت بتتكلم في 50 ألف زيادة. أقول لك ان بشكل كبير ممكن جدا اللي بيتصل بيك وهو رايح المستشفى ياخد معاه زميل، ياخد معاه صديق ليه بشكل كبير ان هو يتعالج معاه بشكل قوي، وده يمكن الضغط الايجابي اللي احنا بنتكلم عليه بشكل او باخر. عشان كده دايما اللي بيتصلوا بينا ممكن يكون الرقم اقل من اللي بيتردد بالفعل على العلاج. ده يمكن اكبر رقم جالنا على مستوى علاج الادمان في مصر، 130 ألف مريض إدمان يتقدم للعلاج. ده أكبر عدد حضراتكم جالنا على مستوى السنة، يعني من ساعة لما تم إنشاء آلية الخط الساخن. وده يقول لنا قد إن في أعباء، سواء أعباء على زمايلي، سواء أعباء على شركائنا في المستشفيات، إن هذا الرقم يصعب جدا علاجه أو يصعب جدا احتوائه بشكل كبير، لكن قدرنا إن احنا الحمد لله إن هم يستفادوا من الخدمة. هنا لازم أأكد على دور مهم جدا، إن مش دايما مريض الإدمان لازم يتحجز، إن النهاردة الأوت بيشنت بروجرام لازم يلعب دور مهم جدا في العملية العلاجية. أنا لما يجي لي 130 ألف مريض إدمان مش هقدر أحجز 130 ألف شخص يتعالج خلال الفترة الحالية، لا سيما إن عدد أسرة علاج الإدمان أعتقد، ويمكن الدكتورة رغدة تصلح لي، لا يتجاوز 2000 سرير على مستوى المستشفيات بشكل عام. وبالتالي مهم جدا تطوير أدواتنا العلاجية. العالم كله بيتجه في الفترة الحالية إلى الأوت بيشنت بروجرام أو العيادات الخارجية، وبيجيب تأثير، وفي عندنا شباب كتير جدا تعافى من خلال العيادات الخارجية. زي ما حضراتكم شايفين الزيادة كانت قد إيه على مستوى يعني طلب العلاج بالمقارنة بعام 2014. فكيرف دايما طالع لغاية لما وصلنا ل 130 ألف مريض إدمان تقريبا في هذا العام. مهم جدا ان احنا نتكلم على الدمج المجتمعي. الدمج المجتمعي النهاردة مريض الإدمان مش بس عايزين نقدم له خدمة العلاج وخدمة التأهيل والإرشاد الأسري، ولكن ازاي اللي انت ترجعه مره تانية في نسيج المجتمع بشكل طبيعي. ابتدينا اللي احنا نشتغل على اكتر من محور. موضوع كشف الفيروسات ده في غايه الاهميه. ابتدينا ان احنا نعمل سكريننج على مرضى الادمان
سواء على فيروس الإيدز HIV أو C أو B، ودي كانت بالنسبة لنا عنصر في غاية الأهمية. أيضا بداية جديدة، ودي من أهم المبادرات للدمج المجتمعي اللي احنا قدمناها. احنا خلال الفترة اللي فاتت قدمنا مشروعات بإجمالي مبلغ 2,310,000 جنيه لتمكين المتعافين من الإدمان ودعم مشروعاتهم الصغيرة. فكرة التمكين الاقتصادي كانت بالنسبة لنا في غاية الأهمية. أهم حاجة بالنسبة لنا أن كل اللي استفادوا من هذه القروض وابتدى أن هو نفتح لهم باب رزق، نسبة الانتكاسة ما بينهم زيرو، وده عنصر مهم جدا، عدم وجود انتكاسة للي بيتم تمكينه اقتصاديا بشكل كبير. احنا دايما كنا يعني لما بنتكلم مع مرضى الادمان يقولك طب انت عالجتني واهلتني، لكن كل الابواب لسه مقفولة قصادي، لحد عايز يشغلني ولا حد عايز يتقبلني، الوصمة بتلاحقني بشكل كبير، كل الابواب مقفولة ما عدا اللي انا ارجع تاني لباب المخدرات. وبالتالي فكرة بداية جديدة وتمكين المتعافين من خلال دعم مشروعاتهم الصغيرة دي كانت بالنسبة لنا عنصر في غاية الأهمية. الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية مهمة جدا لمرضى الإدمان. احنا بقى في عندنا دوري سنوي كل سنة بنعمله للمتعافين، بقى في عندنا رحلات بشكل مستمر. استاذة رانيا متعهدة الحفلات في الصندوق للمتعافين كل شوية بتعمل لنا حفلة، وأنا الحقيقة عندي قناعة بأن هذه الحفلات ليها تأثير مهم جدا، إن هي تمكين الاجتماعي وبناء المهارات الاجتماعية لمرضى الإدمان بتكون بالنسبة لنا في غاية الأهمية. هل هنفتتح يعني افتتحنا مراكز جديدة السنة دي؟ افتتحنا مركز العزيمة للتأهيل في محافظة المنيا، وده مركز مهم جدا وهو فقط متخصص للتأهيل. عندنا ايضا مركز مهم جدا افتتحناه في مرسى مطروح بسعة 108 سرير، لكن السنة الجاية ان شاء الله هنقدر اللي احنا نفتتح اكتر من مركز. عندنا مركز في الفيوم هنفتتحه، عندنا مركز في البحر الاحمر، عندنا في بورسعيد، عندنا في محافظة سوهاج، ده بالتنسيق مع طبعا الامانة العامة للصحة النفسية، وان شاء الله قريبا نقدر اللي احنا نوقع مع الامانة العامة للصحة النفسية مستشفى ضخمة جدا في امبابة في محافظة الجيزة، ودي اعتقد انها تكون يعني من المستشفيات اللي بتحقق نقلات نوعية في مجال علاج الادمان. ما نقدرش اللي احنا نشتغل الا بتمكين قدرات الكوادر معانا، ما نقدرش اللي احنا نشتغل الا باستثمار قيمة البحث العلمي في هذا المجال. انشأنا مع كلية الاداب جامعة القاهرة اول دبلوم علمي متخصص في خفض الطلب على المخدرات. هذا الدبلوم احنا بقالنا 3 سنين فيه دلوقتي، بيشتغل على جانب نظري وجانب عملي، وهو الدبلوم الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط. مهم من خلال هذا الدبلوم اللي احنا بقى فيه عندنا كوادر مؤهلة على اعلى مستوى تفهم يعني ايه علم خفض الطلب على المخدرات بمستوياته الثلاثة، الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي. انا بس حابب اعرض على حضراتكم فيلم لمدة تقريبا 4 دقائق عن مستشفى او مركز تأهيل مرضى الادمان بمحافظة المنيا، يقول لحضراتكم الصورة واصلة ازاي. انا عارف ان في معانا هنا النهاردة شركاء، عدد كبير جدا من الشركاء. استاذ احمد تفضل تعال عشان فيلم. احمد عبد الغني، عندنا عدد كبير جدا النهارده موجود معانا من الشركاء، عارف اليات العمل في الصندوق، لكن كمان في عندنا يعني البعض لا ما عندوش خلفيه كبيره عن صندوق مكافحه وعلاج الادمان والخدمات اللي بتقدم فيه، فاسمحوا لي اعرض لحضراتكم ماده فيلميه قصيره عن مركز تاهيل مرضى الادمان بمحافظة المنيا، ينقل لحضراتكم الصورة بشكل أكثر واقعية. وشكرا لحضراتكم.
كنت جاي وحاطط توقعات سيئه جدا جدا جدا. مش انت بقى عايز تخش بمكان ومكان حكومي، خش بقى شوف الاكل، كل يا بيه. اخش اكل الاكل كويس، اتفرج بقى على السراير فوق، السراير الجديده والدولاب جديد، ابتسامه كل واحد في عمال النظافه وبيهزر معايا او بيتكلم معايا كلمه، او حاسس ان هو الناس دي بتساعدنا. في حد في المغسله اسمه عم محمد، الراجل ده خفيف جدا، عم صديق اللي بيحلق لنا ده، الراجل ده قال لي كلمتين ما لهمش معالج، قال لي يا ابني اللي ما يستغلش الفرصه دي ما لهاش لازمه. ما كنتش محتاج جو اكتر من كده، ما اعرفش، وانا ربنا اداني اللي انا محتاجه مش اللي انا عاوزه. اول مره اسمع عن مكان فيه تاهيل رياضي جوه مصر وجوه المنيا. انا كنت في الاول كنت فاكر ان الحاجات دي موجوده بره وما فيش عندنا في مصر الكلام دوت، بس لنا الاقيها في مصر وفي المنيا كان شيء غريب، وقلت طب ما احاول، يعني احاول. هي بالنسبه لي كان موضوع التاهيل الرياضي انا هقعد اجري شويه، هقعد العب كوره، انا ده اللي اعرفه عن التاهيلات الرياضيه اللي انا شفتها قبل كده. لكن لما جيت ابتديت الاقي ان لا، ان في حاجه بيدوها لنا فعلا، مش بس جري، ده جري سويدي، جيم بنتمرن بجد، في تمرينات بجد، في كباتن متخصصه، مش اي حد بيمرني، وفعلا بلاقي فرقه معايا جدا، ان انا جسمي بيتغير معايا وبيتغير بسرعه. لما جيت هنا المركز في علاج بالعمل، ومن ضمنها انا دخلت ورشه الرسم، رجعت مهنتي الاساسيه، رسمت وكتبت وساعدت في المكان، وفعلا اقدر دلوقتي اطلع من هنا اشتغل شغلانتي الاساسيه او هوايتي اللي انا بحبها، الرسم، بدون مخدرات، بدون اي ضغوطات خالص. بقالي بالظبط هنا شهرين، فعلا انا اقدر دلوقتي اطلع بره، اقدر ارسم واكتب بدون مخدرات. الجميل هنا ان انا قدرت اقف على رجلي واشتغل من غير مخدرات، والجميل اكتر ان انا ما تعافيتش بس، لا انا بقيت منتج، والجميل اكتر واكتر ان احنا اعتمدنا على نفسنا في كل حاجه في المكان، من صيانه، زراعه، املنا بس ان هو يكون لنا لمنتجاتنا معرض الرئيس يشوفها ويشوف قد ايه احنا بقينا منتجين، وشوف قد ايه الشباب اللي وعيت قدرت تقوم وتقف على رجليها من تاني بعزيمه وراده قوي. رحله عزيمه، بنحاول نفك الارتباط الشرطي بين المخدرات عند المتاهل وجميع نشاطات حياته، ده باختصار. فبنعمل انشطه مختلفه كل هدفها هو فك الارتباط الشرطي ده، ازاي يحقق ان هو يكون بيشتغل بكفاءه عاليه، ازاي يكون بيشتغل بحاله نفسيه جيده وحاله مزاجيه كويسه ومعتدله بساعات عمل طويلة، وكل ده من غير أخذ مخدرات. أنا كنت جاي مركز العزيمة فقد الأمل تماما، كان عندي مخاوف جدا وأنا جاي إن العلاج مجاني وتابع الحكومة، وخايف يكون ما يكونش فيه تعافي أو ما لقيش فيه اللي أنا عايزه. بس بصراحة لما جيت مركز التأهيل هنا في العزيمة في المنيا لقيت الوضع مختلف خالص، وعرفت الفرق ما بين ان انا هنا موجود في مكان بتساعدني عشان عايزه تساعدني، واماكن تانية الخاصه ان انا بالنسبه لها مجرد رغب ومجرد فلوس، كل همهم ان هم ياخدوا مني فلوس وبس، لكن تعافي لا. لكن فعلا هنا لقيت الحب الغير مشروع، لقيت الناس هنا عايزه تخدمني ومش عايزه مني اي حاجه، ودي كانت اقوى حاجه هنا فعلا موجوده، ان الناس موجوده لخدمتي ومساعدتي وانها تقف جنبي وترجع لي الامل تاني، وان انا ارجع اقف على رجلي واشتغل من اول وجديد. ما كنتش متخيل نفسي ابقى اوصل للمرحله دي، ان انا التزم بورشه والتزم بشغل واعرف انتج، ابقى انسان منتج في المجتمع، ما كانش عندي ما كنتش متوقع اصلا. دلوقتي الحمد لله بقوم الصبح كل حاجه طبيعيه، انزل اعمل تمرين الصبح، حاجه الورشه، اعمل المطلوب مني في الورشه، وحاسس بتغيير 180 درجه الحمد لله. يعني ما كنتش جاي كده، انا كنت في طريق وبقيت في طريق تاني خالص الحمد لله. جيت هنا شفت الزرع، وشفت ازاي هم زمايلي بيساعدوا وبيزرعوا وبتاع، فخدت موقف ان انا وقفت كده اتامل وزرعت معاهم، ولما زرعت بصيت طبعا للزرع وهو بيطلع، افتكرت حياتي كلها في حياتي الادمان النشط، ان انا كنت عايش
ما كنتش عايش، انا كنت شبه ميت، كنت منبوذ من المجتمع، كنت منبوذ من اهلي، منبوذ من كل اللي يعرفني. فدلوقتي انا لما بشوف الزرع بفتكر اولادي، وبفتكر ان انا كنت فعلا مقصر، كنت هسيبهم يطلعوا من غير ما اسقيهم كانوا هيموتوا. انا بشكر ربنا ثم بشكر مركز العزيمه، لان انا النهارده بتولد من جديد. دلوقتي هكلمك تاني.